الحين كمان في سؤال عن تجهيزات المعصية، يعني مثلا خصوصا اللي بيدخن. اللي بيدخن اول شيء بدوش ابوه يشم الريحة، وبده ياخذ علكة بعد الدخان، وبده يدخن بمكان ما فيش حدا يشوفه، ولا اخوه ولا اخته ولا الخدامة حتى، وبده يضله متخبي ويحط عطر، وبعد ما يحط عطر بده يخلي صاحبه يشيك اذا في ريحة ولا لا. فتجهيزات المعصية هاي بالنسبة للدخان، بالنسبة للي بدخن يعني مش جاي بهمها، يعني انت بتجهز نص ساعة عشان دقيقتين، وطب ودخنت وبعدين شو صار بعد ما دخنت؟ يعني السيجارة لا بتقدم ولا بتأخر اي شيء من اللي انت ممكن تسويه، فانت يعني مش محتاجها بحياتك. تدرس، تروح تلعب كرة، اشترك بالجيم، فانت مش محتاجها اصلا بحياتك. حتى لو هي مفيدة، يعني ما بالك انها هي مضرة للوقت ومضرة للفلوس ومضرة للصحة. طبعا مفيش داعي انا احكي لك مضرة للصحة، بس يعني حتى لو هي مفيدة انا مش فاهم ايش لازمتها بحياتي. انا كشخص، انا كمدرس اوكي كبير، بس انت كطالب ايش لازمها بحياتك؟ بايش لازمك؟ بايش محتاجها؟ فكر انت بالمنطق، سيبك من الصحة والفلوس، طيب حطها على جنب. انا بسألك سؤال، انت بايش محتاجها عشان انك تدخنها؟ فكر قبل ما تولع السيجارة، اسأل نفسك. ما هو مش معقول انت ساذج لهالدرجة، مش معقول ان انت ما بتشغل مخك ومعتبرها رجولة، مش معقول انك انت واصل لمرحلة هاي وانت مدرسة اجنبية وبتحكي انجليزي وحالتك حالة، ومش قادر تميز الصح من الغلط، ومش قادر تميز اذا هذا اشي كويس لإلك ولا مش كويس لإلك. يعني انت كبير وفهمان وقادر انك انت تميز اذا الشغلة مضرة او مش مضرة، فانت ادرى الناس بحالك وبصحتك. فما تفكر، ما تقول لي رجولة، ما تقول لي التدخين مفيد، ما تقول لي اثبت لي انه مضر، ما تقول لي. خلاص انت عارف، حتى لو كانت مش مضرة انت بايش محتاجها؟ ايش الاشي اللي انت مش قادر تسويه ولما تيجي تدخن حتقدر تسويه؟ ما في، فانت مش محتاجها بحياتك. لا تعال حط علكة ورش عطر وتخبى وارميها وخبي الباكيت وخبي الأداحة وخبي ليش كل هذا؟ ما بعرف، هل مستاهلة؟ ما بعرف. طبعا انا شك